نصيب جديد طلع هلأ، مواعيد الجلسات النيابية لإقرار قانون الانتخاب تشتري ورقة وبتحط إكس على التاريخ اللي بدك إياه. إذا نقشت معك وصارت الجلسة بالتاريخ ذاته بتربح جائزة كبيرة. وفي كمان يا نصيب تاني، بتشتري ورقة وبتحط إكس على حيالة رقم، بتقول يعني كم جلسة برأيك رح تتأجل أو تفرض. كمان إذا نقشت معك بتربح جائزة كبيرة، بس أكبر جائزة إذا زبطت معك وعرفت أي قانون رح يتفقوا عليه. يا لطيف، هيدي جائزة العمر. بدك تقول بتربح كهربا لبيتك على سنة ببلاش، ومي على سنتين، وطريق فاضي لسيارتك لعشرة أيام، أنت وحظك. هذا رأيي، فكر فيها.